من أجل حرية الجمعيات والتظاهر والتعبير لا يمكن أن تبقي المجموعة الدولية غير مبالية. ومن ثم فإن ضرورة وضع آلية لمتابعة ومراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية هي قضية من قضايا الساعة، والجزائر تبقى مقتنعة بتوسيع صلاحيات بعثة المينرسو للتكفل من قبل الأمم المتحدة بمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. ومن شأن هذا التعطير لمهام بعثة المينرسو السماح للأمم المتحدة بلعب دورها كاملا في مجال مراقبة حقوق الإنسان داخل الصحراء الغربية واستكمال عهدة المينرسو التي يتعين التذكير بأنها البعثة الوحيدة إلى حد الآن للأمم المتحدة لحفظ الأمن التي لا تشمل ضمن مهامها حقوق الإنسان. إن الجزائر الوفية لتاريخها ومبادئها والتي انخرطت بكل قوة في معركة تحرير الشعوب ولا سيما على مستوى قارتنا الإفريقية تواصل دعمها لشعب الصحراء الغربية إن الجزائر وفية لتاريخها ومبادئها والتي انخرطت بكل قوة في معركة تحرير الشعوب ولا سيما على مستوى قارتنا الإفريقية تواصل دعمها لشعب الصحراء الغربية في كفاحه من أجل استرجاع حقوقه، كما ستواصل كبلد مجاور لطرفي نزاع جبهة البوليزاريو والمملكة المغربية في تقديم الدعم والمساعدة لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص السيد كريستوفر روس الهادف إلى مساعدة طرفي النزاع للتوصل إلى حل يؤدي إلى تقرير مصير شعب الصحراء الغربية عن طريق تنظيم استفتاء حر ومنظم تحت إشراف الأمم المتحدة. شكرا جزيلا على كرمي. Thank you very much. And listening to His Excellency Taye Loh, the Algerian Minister of Justice, delivering his message of solidarity. Now, Your Excellencies, distinguished gentlemen, may I at this point invite one of our own, a senior advocate of Nigeria, Mr.